أحسن الله إليكم يقول إذا سئلت عن معنى آية من القرآن ولم أعرفها هل لي أن أفسرها من عندي علما بأن المدرس يعلم معنى الكلمة والطالب لا بد أن يقرأ الإجابة الصحيحة بعد الاختبار؟ القرآن ما يجوز روايته بالمعنى، لا بد من نصه أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت لا تحفظ الآية قل لا أحفظها، اكتب إنها لا تحضرك الآية ولا تتخرص في كتاب الله عز وجل، فتقول قال الله كذا وكذا. المعنى ما يجوز في القرآن، أما في الحديث فلا بأس أنه يروى بالمعنى إذا كنت تجيد المعنى وتقول معناه كذا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه كذا، تبين هذا الحديث تجوز روايته بالمعنى إذا أعجزك اللفظ أو لم تحضر اللفظ، لكن تنبه على أنك جئته بالمعنى. أما القرآن لا، لا يروى بالمعنى، يروى بلفظه.